بلدنا اليوم بأشد الحاجة للعمران بعدما عاثت فيه أيدي العابثين فسادا، ليس لهذه النقطة فحسب، بل لأن العمارة دليل للحضارة منذ القرون الغابرة، وليس العمران الخالد في أوغاريت وتدمر إلا دليل على عظمة الإنسان السوري وبراعته. ولأن السوري هو أهل العمارة والبنيان، كانت كلية العمارة في الجامعات السورية وفي جامعة تشرين تحديدا رديفا للمجتمع وأداة من أدوات التغيير والتطوير وتلبية لطموح المجتمع في إعداد الكوادر العلمية المتخصصة القادرة على مواصلة حضارة العمران التي بناها الأجداد. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا جامعة ومجتمع، ونحييكم اليوم من كلية العمارة في جامعة تشرين لنبين العلاقة التفاعلية والتبادلية بين الجامعة، هذه الكلية كلية العمارة، والمجتمع، بين مخرجات تعليم هذه الكلية وسوق العمل، وكيف يؤسس الطالب والخريج ليكون قادرا على تلبية احتياجات المجتمع وأيضا قادرا على المساهمة في التنمية المستدامة بشكل عام. أهلا بكم إلى هذه الحلقة والتي أرحب بضيوفها الدكتور وليد صيداوي عميد كلية العمارة والفنون الجميلة في جامعة تشرين. أهلا ومرحبا. أهلا دكتور بك. وليد. أهلا بك. أرحب أيضا بالدكتورة رنا بدر النائب الإداري لكلية العمارة والفنون في جامعة تشرين. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا. رنا. أرحب أيضا بالدكتور أسعد علي النائب العلمي لكلية العمارة والفنون الجميلة في جامعة تشرين. أهلا ومرحبا بكم. يعني ربما تكون كلية العمارة من الكليات الحيوية جدا والتي لها علاقة مباشرة فعلا بالحياة والمجتمع والبيئة والإنسان وسكنه، اللي هو أهم شيء يرتبط فيه الإنسان. في البداية دكتور وليد، يعني الواقع يشير إلى أن العجيب في الكون أو التاريخ تعود لصروح علمية خلدها، لصروح معمارية خلدها التاريخ، فهذا يعني أن للعمارة أهمية كبيرة. فماذا أيضا عن وجود كلية عمارة في جامعاتنا تدرس هذا العلم وهذا الفن وهذا البنيان الراسخ في المجتمع؟ عمليا برحب فيكم في صرح كلية العمارة في جامعة تشرين. فيما يخص سؤال حضرتك، عمليا العمارة مرآة تعكس واقع المجتمع بكافة أطيافه وبكافة معتقداته وتقاليده. من هذا الشأن ومن هذا المنطق يمكن أن نقول أن كلية العمارة تقوم على ترسيخ البعد الفكري والاجتماعي والثقافي والتقليدي للعمارة، مع ضمان حق التطور لهذه العمارة لكي تلائم المجتمع وتطوره وتجدده. من هذا المنطلق بالذات كلية العمارة في تجديد مستمر في المواد والكورسات والمقررات التي تعطى حتى في الدراسات العليا التي تعطى في الكلية، بصدد أن تكون ذات ارتباط وثيق بعملية التنمية في المجتمع، وهذا من منطق ارتباط المجتمع مع الجامعة. وفي كلية العمارة تأكيدا لهذا المبدأ وهذا الفكر طرحنا أفكار من قرابة شهر بداية تسليمنا هذه المهمة، انتقلنا بأفكار أنه ننشئ عبارة عن مجلس استشاري اجتماعي اقتصادي يبنى أو مرتكزاته كلية العمارة والمحافظة والبلدية والخدمات الفنية باعتبارها تغطي الجانب الريفي، إضافة لجامعة تشرين ولبعض المهتمين في المجتمع اللي بنقدر نبني فيها آراء توافقية ما بين المجتمع وما بين العمارة. هذه الآراء التوافقية تدرس في كلية العمارة كمقررات وتنعكس بالاتجاه الآخر باتجاه المجتمع للتطوير والتحديث في هذا المجال. إضافة لهذا الموضوع، العمارة القديمة في مدينة اللاذقية أو التاريخية أو ما خلافه أو كل التقاليد التي عكستها العمارة التقليدية، لست بصدد أنه سلبية أو إيجابية أو هل تعكس أو لا تعكس، لا، ما هذا الموضوع. الموضوع نحن أين الآن، يجب أن نبني على إيجابياتنا السابقة ونلغي، نحاول تقليل سلبياتنا ونبني منهج تطويري تحديثي لطلاب العمارة يمكن من خلاله رفد المجتمع بطاقات شابة متجددة، فكرة جديد، ولتأكيد هذه الفكرة بالذات وبتوجيهات سيد الدكتور رئيس جامعة تشرين وجهنا في بناء أو تحقيق ندوة
عابرة لحقول الاختصاص في بعنوان knowledge transfer أو نقل المعرفة. نقل المعرفة في كل مجال، في العمارة، في الطب، في الصيدلة، في كل المجالات، غاية بناء هذا المجتمع، بناء الفكر الإنساني بشكل متجدد مع العين على تاريخنا والاستفادة منه كدروس مستفادة كإيجابية، لنعمل خلطة يمكن من هذه الخلطة أن نبني فيها مهندس معماري يستطيع أن يحقق تنظيم وعمارة ملائمة ورائدة للأمور الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية. يعني من خلال توصيفك دكتور، الحقيقة هو توصيف للمعماري بأنه محصلة للعلم، للفنون، لهذا الإرث والتاريخ أيضا. نعم. للثقافة ولعلاقته مع الجهات الأخرى اللي هلأ نحن في سياق يعني هذا اللقاء قد نوصف هذه العلاقة بتفصيلاتها أكثر. نعم. بعد أن أبدأ مع دكتورة رنا بأيضا توصيفك سواء الخاص أو الموضوعي للعلاقة المتبادلة والتفاعلية بين كلية العمارة والمجتمع. كلية العمارة هي الدكتور سبق فضل وقال أنه العمارة مرآة تعكس واقع المجتمع. الحقيقة أكيد، لأنه أنت ما بتقدري تبلشي من صفر، إحنا بنطلع من واقع بنبني عليه. مشان هيك هاي الكلية ما فيها تخرج طالب إلا له علاقة رهيبة بالمجتمع، قوية جدا، لأنه هو بيدرس العمارة بكل أشكالها، من ناحية اجتماعية ومن ناحية اقتصادية ومن ناحية البيئة. نعلمه كل هدول القصص ونعلمه كل شيء جديد، لأني أنا عم ببعث عنصر جديد للمجتمع. هذا العنصر بده يكون فاعل، بده يكون نقطة ومض، محل ما بيقعد لازم يومض ويعطي شيء جديد ويعطي معلومة جديدة. فاليوم أي مشروع بينطرح بكلية العمارة بتكون هو محصلة، لما الطالب بياخد مشروع بيكون محصلة كل شيء درسه بالخمس سنين. تمام. وهي الدراسة لازم تكون واحد من شروطها أنه مربوط بالمجتمع، يعالج حالة موجودة في المجتمع. يوم نحكي بإعادة الأعمار بده يقدم طالبنا مشاريع إعادة أعمار. يوم نحكي ثقافة بده يقدم مشاريع ثقافية. يوم نحكي سياحة بده يقدم مشاريع سياحية. وهو له ميزة يعني ينفرد فيها عن كل الكليات الأخرى، إنه هو يجب أن يحيط بكل شيء، لأنه هو طبعاً. محور أساس أي عمل، هو يملك الفكرة. أنا دائما بقول إنه الخلود بالأساس هو ظل فكرة فلسفية إلى أن يأتي معماري ويحوله صرح مادي يستمر عبر التاريخ. تمام. وبالتالي فهو دوره كتير كبير. أكيد، وربطناه فعلا بمسيرة الإنسانية. تماما. عموما يعني تماماً. إحنا قلنا بالبداية صروح العمرانية هي لطالة مرتبطة يعني بالتاريخ، واللي خلد التاريخ خلد معماريها أيضا. صحيح. فمن هذه الأهمية دكتور، ايضا دكتور اسعد حابه يعني هي هلا كبدايه نحن تمهيديه وجهه نظرك، وايضا يعني بدنا نقول الخاصه والعامه في يعني النظر الى هذه العلاقه بين كليه العماره والفنون الجميله، كون حضرتك يعني مختص فنون جميله، بعلاقتها بالمجتمع. هلا بصراحه من الصعب جدا جدا الفصل بين العماره والفنون، ما هي العماره جزء لا يتجزأ من الفنون. العماره هي أحد الفنون اللي بيعنى بالتشكيل بالكتلة، هو مثل النحت تماما، يعني النحت كمان بيشتغل على نفس العناصر، على نفس الموضوعات، على نفس الصيغة. النحت بيشتغل على الكتلة ضمن الفراغ اللي هي مشابهة تماما لكتلة العمارة. لكتلة العمارة، إلا أنه هذيك بيكملوا بعضهم، بيكملوا بعضهم، انه الاثنين بيلعبوا على موضوع الفكر، على الابداع. اثنين له نفس التوجه، يعني هو القاسم المشترك هو العنصر الابداعي بين اثنين، واحد منهم وظيفي والثاني قيمته الوظيفيه هي كونها جماليه. يعني العماره هي تعتمد اساسا على الوظيفه. الكتله بالفن التشكيلي تعتمد على الكتلة، على العنصر الجمالي اللي هو بيتحول لناحية انه هو وظيفة الشكل. نعم. فالاثنين بصراحة بيشتغلوا على نفس الموضوع وصعب بعض. جدا يعني وهذا اكيد بينعكس على المجتمع وخدمة المجتمع شو طبيعي يعني بالبداية. يعني انا بعرف اول ما تأسست اول كلية عمارة كانت بدمشق. نعم. وكانت هي قسم من اقسام كلية الفنون الجميلة، ظلت فترة طويلة بعدين حتى انفصلت فصارت كلية العمارة وكلية فنون جميلة، ولا كان بصراحة كلية واحدة. أغلب كليات العالم، جامعات العالم بتدرس العمارة ضمن الفنون،
وحتى الآن يعني العمارة والفنون بكل يدرسوا ضمن كلية واحدة. نعم. هي قسم من أقسام الفنون الجميلة بصراحة. دكتور وليد، دائما هناك متغيرات، يعني العمارة له فرع حيوي يحتاج دائما إلى تحديث وإلى نظرة جديدة. كيف تساهم يعني وجود كليات للعمارة في الجامعات السورية على تطوير البنية العمرانية في كل مدينة؟ تماما. مبدئيا كيف تساهم من مبدأ المشاركات سواء المباشرة أو الغير مباشرة؟ المشاركات مباشرة عبر اللجان، عبر مشاريع، عبر مشاركة زملاء أعضاء الهيئة التدريسية في لجان متخصصة سواء بالنقابة ولا بالمحافظة ولا بالبلديات إلى آخره. أما من الآلية الغير مباشرة، حيث كيف يمكن أن نحمل طالبنا أفكار تستطيع أن تواكب التطور الحديث، تستطيع أن تعالج، خلينا نقول نقوم في عملية في المقررات بعملية تحديث دوري، وهذا كان مكرمة من السيد الرئيس لما فتح مجال في اتجاه أنه كل جامعة في سوريا تستطيع أن تبني لوائحها الداخلية وفق احتياجاتها ومتطلباتها وواقع المكاني. بناء على هذا الكلام قمنا في عملية تطوير اللوائح الداخلية أو تطوير المقررات الدرسية. هذا التطوير جاء تلبية لاحتياجات المجتمع المتغيرة والمتجددة، ونحن اليوم انطلاقا من هذا الفكر ومن هذا التوجيه نسعى في الكلية باتجاهين: اتجاه تعليم الطلاب فيما هو موجود ومحاولة تقييم هذه المقررات وتطويرها لبداية العام القادم لتواكب أكثر وأكثر. وهذا من قليل لما ناقشت موضوع النوليدج ترانسفير، نقل المعرفة، غايته الرفد ليس في كلية العمارة، صحيح المقترح بتوجيهات السيد رئيس الجامعة ونحن تبنينا الفكرة وقمنا فيها، إلا أنه ممكن تكون بالطب، ممكن تكون بالصيدلة، يمكن تكون بالعربي، يمكن تكون يمكن تكون يمكن تكون كل ما هو حديث بنحطه على الطاولة ليكون زاد لطلابنا من خلال المقررات. إذا تحديث، تحديث تماما، حالة من التحديث، تحديث وتوافق مع ما هو مطلوب. تمام. وهذا بالمناسبة يصب في إعادة الإعمار، ليس إعادة إعمار الحجر، لا، إعادة إعمار البشر والعقل البشري، الفكر البشري ليتوافق ونبني ثقافة مثل ما نبنيها سوا ونقوم فيها سوا وتكون إلى مرتكزات واقعية ومنطقية. نعم. دكتورة رنا، لنتعرف قليلا، كونك يعني الوكيل الإداري لكلية العمارة في جامعة تشرين، أقسامها، كوادرة، طبعا يعني ما رح نقول العدد كأعداد، لكن اليوم هي من تستقطب هذه الكلية من الطلبة؟ الحقيقة كلية العمارة بجامعة تشرين فيها أربع أقسام أساسية. عندنا قسم التصميم المعماري، وقسم تخطيط المدن والبيئة، وعندنا قسم علوم البناء والتنفيذ، وقسم نظريات وتاريخ العمارة. طبعا الهدف من وجود هدول هن البيز الأساسي بأي كلية عمارة، العملية الأساسية اللي هي التصميم وعملية التخطيط. أنا عم برفض المجتمع مثل ما حكينا بشخص بيعرف كل شيء، وين من وضع لازم يعرف. أنا عندي خريج واحد يحمل شهادة الهندسة وهو يمتلك القدرة على العمل في التصميم والتخطيط والتاريخ يعني والتاريخ والعلوم البناء والتنفيذ. والحمد لله يعني من الشغلات الكويسة اللي لازم نحمد ربنا عليها أنه عندنا كادر جيد جدا، يعني كادر مؤهل قادر يعطي المعلومة اللازم تنعطى بهي الفترة اللي هي 5 سنين، وبشكل مثل ما حكى الدكتور هناك خطة درسية واضحة تضمن التطور من سنة لسنة، وبتضمن انه هالطالب بضمن انه بالنتيجة يعطيني طالب يحيط بكل ما يمكن من المعلومات اللي بيقدر يحصل عليها بفترة وجوده بالجامعة. لذلك الجانب العملي واضح، هلا نحن من خلال القاعات اللي هلا عم نشوفها وراح نشوفها بعد شوي باستطلاع، انه الجانب العملي بياخذ حيز تقريبا 50-50 يعني بين النظري حتى اكثر. الجانب العملي عندنا حتى بالمقررات العمليه يصل لنسبه 75%. ليش؟ لانه هذا الطالب لا يدرس مقرر نظري، هو يدرس مقرر عملي ينخرط فيه بشكل كامل في حاله حوار بينه وبين اعضاء الهيئه التدريسيه. ليش؟ لاني انا بدي اعلمه، هو لازم يعرف كل شغله من وين جاي وليش جاي، ولازم يعرف يحاور. طبعا. لانه انا اذا ما قدرت حاور ما بعرف وصل لمرحله متقدمه، ولحتى وصل لحاله الابداع بدي يكون عندي فكر. حلو. انا ما بقدر ابدع بدون فكر، فانا لازم هذا الحوار ضروري، يعني مقترنه مع العلم هون. ونحن دائما بنقول انه الكليه تمتلك خاصيه تختلف عن باقي الكليات، هي فيها جهد كبير بنفس الوقت فيها حاله تختلف عن باقي الكليات في حاله العلاقه بين الكادر التدريسي والطالب.
تمام. اليوم ما عندي حاجز بين الكادر التدريسي والطالب، واضح هذا غير مقبول، لانه انا بدي اوصل له فكري، والفكر لا ياتي فقط بالتعليم، الفكر ياتي بالحوار. صحيح، وهي واحدة من ميزات كلية العمارة. صحيح دكتور أسعد، لذلك يطغى الجانب الإبداعي طبعا. هو دمجت يعني، أو حاليا نحن بنقول عمارة وفنون جميلة، لكن مع هيك يعني هناك حالة إبداعية لدى المعماري كما هي لدى خريج الفنون الجميلة أيضا. هون نحن كيف منعزز الجانب الإبداعي كثقافة وكفكر وكأيضا تنفيذ عند طالبنا اليوم؟ هلا هو بصراحة من خلال الخطة الدرسية الموجودة بالكليتين، في عنا مجموعة مشاريع تعطى لكل سنة من السنوات، يعني مثلا نبدأ بمشاريع بسيطة بتتطور شوي شوي حتى نوصل للسنة الأخيرة اللي بتتوج مشروع التخرج، سواء كان بكلية العمارة أو كلية الفنون الجميلة. المشاريع هي مجموعة تصورات مجموعة يعني فيك تقولي فرضيات. طالب من خلال مجموعة محددات طالب يشتغل عليها. طبعا المفروض يعني العنصر الأساسي فيها هو الإبداع. تمام. وهو التشكيل والقيم الجمالية اللي تعتمد على الحركة والإيقاع والتوازن الانسجام، يلي هي العناصر أو محددات اللي حد الفن التشكيلي او الفن بشكل عام. تمام. فالطالب كل الكليتين بيشتغل على نفس الموضوعات تقريبا، بحيث انه بالاخير يوصل لمنتج سواء كان معماري او فنون بيخدم بيؤدي الهدف اللي هو اشتغل عليه. نعم. يلي هو المشروع النهائي. هلا معنا زميلتنا مي باحدى قاعات الرسم الهندسي، رح نشوف هاي الأجواء وطلابنا اليوم، أو ما بعرف بأي مادة هلأ ممكن هن يكونوا أو بأي قاعة. معك مي، تفضلي. شكرا مدام لبابا. نحن هلا بمرسى موني بكليه العماره الهندسه المعماريه، ومعنا الدكتوره رولان تيفي لتعرفنا اكثر عن ماده التصميم المعماري لليوم. الطلاب السنه الخامسه على وش التخرج عم ياخذوها، لنشوف شو ممكن تفيدهم بواقع حياتهم العمليه. يسعد اوقاتك دكتوره. اهلا وسهلا فيكي. اهلا دكتوره، نحن عم نشوف طلاب السنه الخامسه هون، قد ايه هيك مواد ممكن فعلا تقدم لهم خبرات عمليه اكثر كرمال يكونوا واقعيين بكره بحياتهم المستقبليه؟ هلا نحن الحقيقة الكلية بتعتمد على وجود عدة مواد أساسية، هي مادة أهمها مادة التصميم المعماري، وبعدين عندنا مادة تخطيط المدن، في مادة التنفيذية عبر السنوات بياخدوها، بس مادة التصميم المعماري تعطى عبر الخمس سنوات متكررة، بتتضخم فيها المشاريع حسب كبر السنة اللي هن فيها الطلاب. يعني هلأ بالسنة الخامسة بيعطى مشاريع على مستوى تخرج، لأنه هن فعلا هلأ صاروا بمرحلة ما قبل التخرج. المادة تعطى على الفصل الأول، والفصل الثاني بصير مشروع التخرج لحاله، يعني ما بقى عنده مواد أخرى. بنحاول نعطي فيها مشاريع بتلامس التوجهات العالمية، يعني هلأ حاليا توجهنا نحن عاطينهم مشروع تصميم مجاورة سكنية بيئية مستدامة، من شان نكون على أفق واحد مع التطورات العالمية بمجالات العمارة. قدي مهم وجود هيك مواد طالما هنن رح يتخرجوا، وبنفس الوقت قدي هي ممكن تكون جذابة للطلاب كتر ما أنا عملية؟ هلأ الحقيقة هي المادة مثل ما حكيت يعني من أهم المواد، لأنه فعلا عملهم الأساسي بيكون بعد التخرج ضمن هالمجال، يعني هو رسم المخططات، إعداد الواجهات، تكوين المشاريع كتخطيط كتصميم للمشاريع بشكل مشترك. فنحن حاولنا نأهلهم لعمل جماعي، فأصلناهم بشكل مجموعات عمل، كل مجموعة مؤلفة من طالبين أو ثلاثة، حيث أنهم يتعودوا على العمل كفريق عمل ضمن إطار التصميم، لأنه لما بده يطلع المهندس للعمل بمكتب هندسي أو بشركة أو بأي مجال من مجالات عمل رح يقوم بعمل جماعي وليس إفرادي، فوجهناهم ضمن هذا الإطار. طبعا مثل ما حكيت مستوى المشروع انعطى بمستوى أعلى، يعني أخذنا مشروع سكني على اعتبار المشروع السكني من المشاريع اللي ممكن تكون كتير تكرارها بمجال الحياة العملية أكبر من المشاريع الأخرى، وطرحناه على نطاق واسع بعدة أنماط ونماذج من شان يكونوا على احتكاك تماما باخر مرحله اللي هن فيها باكثر مشروع ممكن يتطرقوا له خلال العمل المهني بحياتهم. مشكوره دكتوره. اهلا وسهلا فيك. لكن تعرفنا هلا شوي على التصميم والمعماري هون بالسنه الخامسه، هلا رح ننتقل شوي للطلاب لنشوف كيف هن توجهاتهم بهيك مواد عمليه وقد هي فعلا بتلامس مهنتهم المستقبليه. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب.
بدي اسالك هلا انت على وش تخرج، هيك مواد كيف ممكن تكون صميميه بكره بمسيرتك المهنيه، وقد ايه ممكن تكون كمان هون يعني ركيزه لك بدراستك المعماريه؟ هلا خلال الخمس سنوات اللي احنا عم ناخذ فيها هيدي المواد، يعني هي عم بيعلمونا الاساسيات، فنحن من خلال اجتهادنا الشخصي كمان يعني بضمن كل ماده يعني نكون عم نعمل مثل ركيزه لنا، فنحن لما بنتخرج بنصير بمجال العمل يعني بتصير بتزيد خبرتنا اكثر. يعني هلا نحن صحيح انه كله نظري وهيك يعني عم نشوف اعمال عم تتنفذ مثلا على ارض الواقع وهيك، بس بكره بس نتخرج لسه انه نصير نطبق هيدا على ارض الواقع، هي المواد كلها بتكون مثل خلفيه لنا. طيب مجموعات العمل هلا عم نشوفها نحن انه انتم بتشتغلوا بمجموعات، هي الافكار هيك لما بتجمعوها وبتطلعوا اخر شيء بخلاصه واحده، قد ايه ممكن توسع لك افقك؟ هلا بشكل عام انه نحن لما بنجتمع هيك كفئات كل طالب منا بيكون عنده هيك فكر خاص فيه حسب ما هو شاف حسب ما يعني طلع وقرأ، فنحن لما بنجتمع وبصير هيدي النقاشات بيناتنا يعني دائما يعني بصير مستوى العمل افضل وبنستفيد من بعض اكثر. موفقه ان شاء الله يا رب. هلا رح نكمل ونشوف كمان الشباب شو رايهم بالهندسه المعماريه. يسعد اوقاتك. الله يسلمك. هلا وسهلا. بدي اسالك هلا انت يعني مقربه تصير يعني رسميا مهندس معماري، شو يعني ناطر انت بكره من المستقبل على ارض الواقع لحتى انت تقدر تعطي كل شيء عندك اخذته اكاديمي تقدر تطبقه عمليا؟ هلا ان شاء الله رح نقدر نعمر البلد ونرجع. بتعرفي هلا نحن مرينا بازمه وصار في كثير البنية التحتية عنا تأزت كتير، فلازم بهمتنا إن شاء الله رح نرجع مثل ما كانت وأحسن. طيب المهندس المعماري قديه هيك لازم في شيء هيك خاص يكون فيه، يعني سواء شخصية أو يمكن حتى إلمام أو مخيلة، احكي لي عن الموضوع شوي. هلا المخيلة هي الأهم وكمان شخصية مهمة. المخيلة لازم يكون عنده خيال واسع ودائما يطلع أفكار جديدة ومبتكرة وتكون تناسب الوظيفة وتحقق الجمال كمان. والشخصية أكيد ضرورية مشان الواحد يقدر يقنع الآخرين بأفكاره وأنه يقنع فيها مشان تطبق على أرض الواقع. الله يوفقك. لا الله يسلمك. آخر شيء رح نتعرف على موضوع مع الصبية هون، موضوع المعسكرات الإنتاجية، قد إيه ممكن فعلا تخليكم تمارسوا شيء على أرض الواقع قبل ما تصيروا خريجين لما أنتم بتعملوا معسكرات إنتاجية بالجامعة أو برا الجامعة؟ هلا اكيد المعسكر الانتاجي اللي نحن عملناه كثير ساعدنا انه نحن نمينا افكارنا اكثر، اجتمعنا اكثر مع الدكاتره والمعيدين بالكليه، صارت عندنا افكارنا عم تتوسع اكثر وطبقنا هذا الشيء بايدينا، انه رسمنا وقت على الحيطان ونحن اللي دهننا ونحن اللي لوننا، كثير حسينا انه دخلنا شوي اكثر بالحياه الفعليه لما المهندس بينزل لارض الواقع وبيشوف بشوف يمكن نتاج عمله. ايوه تماما هيك. طيب بتلاقي انه الناس فعلا محبين لفكره المهندس المعماري، هن بحاجته اولا واخيرا يعني، بس قد ايه ممكن تتركوا بصمتكم بالحياه اللي عم نعيشها يوميا؟ هلا اكيد كل مهندس معماري عنده فكر مختلف عن الثاني، بس دائما الناس بينظروا له للمهندس انه هو الفنان، هو الخلاق، هو اللي بيقدر انه يحط بصمته بمجتمعنا، خصوصا نحن عنا بعد كل شيء صار انه نحن بنقدر نطور وبنقدر نساوي كثير شغلات حلوه ان شاء الله. الله يوفقك. شكرا كثير لك. لكن كنا هون نحن بمرسم بكليه الهندسه المعماريه، شفنا الطلاب، شفنا مدرسين ماده التصميم المعماري، رح نرجع لعند حضرتك زميله لبابا وضيوفك الكرام. اذا بعد ما شفنا اجواء احدى القاعات والمراسم برجع لك دكتور وليد لنحكي بالجانب العملي. نحن اليوم كمدينه، مدينه اللاذقيه، يعني صدر تقريبا المخطط التنظيمي، اليوم موضوع هو للدراسة وتقديم المقترحات أو الاعتراضات عليه. اليوم يعني نحن بإطار تنظيم المدن، تنظيم مدينتنا، تأهيلة العمراني، نحن في عنا إعادة عمران، عنا إزالة مخالفات، عنا نظرة متجددة لواقع عمراني جديد في مدينة اللاذقية والمحافظة عموما. برأيك اليوم الخريج إلى أي حد هو مرتبط ارتباط عضوي اذا صح تعبيرنا مع هذه المتغيرات ببيئته، انه هو بحيث انه لما عم يدرس بيتخرج يطلع لما بده يدخل بهذا العمل هو بحسابه كل هال يعني الاطر الجديده في تاهيل مدينته اللي هي يعني بيئته اولا.
خليني أقول اليوم نحن من خلال خطتنا الدرسية، صحيح الخطة الدرسية تقريبا مكررة مع التطوير السنوي، ولكن الإجراءات المرافقة العملية لهذه الخطة الدرسية بتحقق هذا الهدف. حاولنا جاهدا أن ننتقل من حيز للطلاب، من حيز التلقين إلى حيز التكوين. هذا الطالب لازم يتكون بخلفية علمية منطقية من خلال الكورسات اللي بياخدها، وأكدنا أكثر من مرة على الكورسات تكون متوافقة مع كل القوانين والأنظمة والأعراف المتبعة في المدينة. فعندنا كثير كورسات، خليني أقول نسخة طب الأصل عما يقوم به الدراسات في المدينة، من المخطط التنظيمي للرفع لشراطات المباني للمباني للتشوهات البصرية للاستعمالات الأراضي، وأكدنا أن يكون التطبيقات في المكان، يعني ما لنا تطبيقات نظرية بس مجرد لقين، لا، نزلت الناس راحت باتجاهات متعددة، رفعت وضع راهن، عالجت، بدأت الناس تتوافق، الطلاب تتوافق مع الواقع، تحس بالواقع تماما بمشاكله وسلبياته وإيجابياته. الغاية من الموضوع تكوين أفكار ليس من محض الخيال، من محض الواقع، من محض مرجعية قانونية من درسه. مثلا عندنا مقرر اسمه اشتراطات المباني وقوانين العمران، ليس الغاية، وامبارح بالذات تم تأكيد انه ما بالضرورة انا اطلع كمهندس معماري اقول لهم شو مرسوم خمسة، اهم المراسيم الرافدة لعملية التنظيم مثلا مرسوم خمسة وتعديلاته الذي يحدث ويطور المخطط التنظيمي بالتلقاء، والاعتراضات تاعت مخطط التنظيم اللادئية هي ضمن اطار مرسوم خمسة. لولا مرسوم خمسة لا يمكن تطوير المخطط التنظيمية، وهي نقطة هامة جدا. اهم الاهداف الاساسية لمرسوم خمسة وتعديلاته تطوير المخططات التنظيمية بشكل دوري واستثنائي حتى لكي تلبي احتياجات دوري يعني الناس. كل قد ايه؟ كل ثلاث سنوات واستثنائي كل لحظة. نحن كل صار له 30 سنة تقريبا، لا من كل بالشكل الطبيعي، كل بالشكل قرية الطبيعي، كل قرية وكل بلدية، أنا بحكي وكل على المدينة مدينة وكل شارع، نعم، تخضع لإطار وتعديلات وأحكام قانون مرسوم خمسة. هذا المرسوم أتاح للبلديات المعنية تطوير وتحديث مخططات التنظيمية من قبل اعتراضات مواطنين، كما هو الحال في مخطط تنظيم مدينة اللاذقية. نعم. اليوم الاعتراض يتم بمعالجته من خلال لجنة فنية إقليمية برئاسة السيد محافظ اللاذقية ومجموعة من الخبراء، وتبت في مجال في الرأي في الاعتراض المقدم، هل هو صائب يتم معالجته، هل هو غير صائب برضو يتم معالجته، هل هو قابل للدراسة والتفنيد والتطوير والصهر في المجتمع ممكن. مثال بسيط، اليوم في منطقة من المناطق أرض سكنية ارتأى صاحبها أو مستثمر ما يعمل مشفى، إذا ما في مرسوم خمسة لا يمكن أعمله مستشفى، هي أرض سكنية، ولكن في إطار التطور الحديث ممكن أخي يعمل مستشفى، فتدرس يقدم اعتراض وتدرس ويبنى عليه ويتم الاتفاق. طيب على هذا يعني إلى أي حد أيضا طالبنا مطلع على هذه القوانين؟ يعني لديه ثقافة اطلاعه أولا على القوانين، اثنين مدى انسجامه أيضا مع القوانين، ما تكون طروحاته في وادي أو في خياله وواقعه وقوانينه لا تسمح له إلا بشيء محدد، فأي إلى أي حد هو الطالب اليوم عم بيكون منسجم مع هذا؟ نمرة واحد، خليني أقول المبدأ اللي طرحناه في الكلية اليوم كله open day، يعني بالتخطيط بالتصميم بالمواد العملية كله open day. المبدأ الأساسي فيها هو احتكاك من أي منطق، من منطق الطالب، إذا بدك تتعلم لازم تعرف شو السبب، شو الغلط في شغله. اليوم قدم شغل لازم يعرف شو الغلط في شغله. من هذا المنطق أكثر مشاريع صارت عم تحاكي الواقع، بينزلوا على أرض الواقع، بيحاكوا الناس، بياخدوا، بيستشيروا، بيجاوبوا، وبيحطوا مقترحات تستند لهذا الواقع. أما فيما خص القوانين والأنظمة، في مادة عنا اسمها، برد بقول، اشتراطات وقوانين العمران، وأنا بدرسها حقيقة بالسنة الخامسة. هذه المادة خليني أقول بتحط اللبنة الأولى، ما فينا نعطي كل القوانين والأنظمة، ولكن نعطي مقتطفات من هذه القوانين فيما خص أهميته ومبرراته وأهم أسبابه ولماذا قرر ولماذا إيجابياته وسلبياته، وبالتالي يوضع بإيد الطالب. ما بس يوضع بإيد الطالب، بياخد تيست عملي على هذا الموضوع، فبالتالي بيكون عنده خليني أقول زخم بنسبة 60 إلى 70%. هذا السخم بس ينزل على الواقع لا يبدأ من الصفر، يبدأ من زائد 6-7،
عارف شو القصة تماما، مشان ما نفرغ العمارة من مضمونة حولها إلى قانون. تمام. حولتها إلى قانون معاش. بيعيشوا شوي بالكلية، بيروح على الواقع بكرسوا حيوية القانون. نعم. دكتورة رنا، أنت ذكرتي أنه اليوم نحن طالبنا أمام يعني متغيرات تفرض عليه إعادة إعمار. نحن اليوم أمام مشروع في سوريا إن شاء الله هو قائم حاليا، وإن شاء الله هيك مع نصر سوريا سيكون أكثر تحقيقا. ربما ينصرف اليوم معظم طلابنا الخريجين يعني في كل الهندسات إلى مشروع كتير كبير هو اسمه مشروع إعادة إعمار سوريا، وممكن هو يكون في حالة من جرد يعني كل الأخطاء السابقة مع أيضا البناء الجديد. اليوم طالبنا اللي عم بيدرس مواد مفروض يطلع يكون عنده ذهنية مرافقة لهذا الأمر. يعني أنا اليوم طالع خريج مو لروح أعمل مثلا مولات وباركينج ويعني شغلات بجوز ترفيهية وهي ضرورية أو أمور سياحية. أنا اليوم عندي أولويات اللي هي الأبنية الاقتصادية اللي بدها تأمن السكن، الناس اللي راحت بيوتها إلى آخره. اليوم كيف ممكن مع متغيرات الواقع أيضا ذهن الطالب يتجه نحو هذا الاتجاه؟ وهذا الشيء بعد شوي بنشوفه بمشاريع التخرج، كيف عم توجه الطلاب في هذا الإطار؟ الحقيقة بجوز بيفيد أنه نذكر أنه جزء أساسي من الكورسات التصميم المعماري عبر السنوات الخمس بيكون السكن يتمتع بالنسبة المهمة منه، لأنه نحن ما بنقدر ننكر أنه أنا ممكن كطائق كخريج يجي مشروع، يعني أكيد رح يجي مشروع سكن بشكل أو بآخر، إن كان فردي ولا جماعي ولا مجمعات سكنية. لبين ما يجي مشروع على مستوى كبير هي بتكون فرصته بالحياة وهو نشاطه، بينما هو أكيد رح ينخرط بالعمل سواء بوظيفته ولا سواء بعمله الخاص. لذلك كمان في تركيز شديد على السكن بالذات. اليوم في احد يعني واحده من الكورسات بيكون سكن الاقتصادي اساسا. تمام. يعني وهي تدرس عبر السنوات، يعني انه لازم يعرف. نحن اليوم بحاجه لهذا النوع من السكن، السكن الاقتصادي. صرنا ما عاد واليوم فيلل واليوم الحلو انه لما كنا نقول له للطالب سكن اقتصادي ما كان يشوفه على ارض الواقع. اليوم تجربه سكن الشباب بتخليني اقول له تعال فرجيك شو هو السكن الاقتصادي. واعاده الاعمار معناتها انا فرجيته مثال. لما فرجيته مثال انا بدي بقى ابداعه مع معرفته مع معلوماته مع القوانين اللي تعلمها بدوه هو بفلك رضي أو مرضي أنظمة بناء وقوانين ووا إنه يقدر يعمل لي وجه جديد للمدينة. وهذا الأساس. أنا اليوم ما بوجه طالبي بس يعمر سكن اقتصادي، اليوم أنا بطلب منه يعطيني وجه جديد للمدينة. أنت كيف بتحب تشوفها لهالمدينة؟ لأنه هون في شيء اسمه الانتماء. تمام. يعني نحن اليوم لما عم نقول انه هذا الخريج لنربطه مع سوق العمل، اليوم سوق العمل هيك مواصفاته. تمام. فانا لما بدي اربطه مع سوق العمل بده يكون انا كمان مقدمه لهذا السوق. تمام. هذا الشخص المؤهل يعني. صحيح. بافكاره وبنظرته ما انه يكون في حاله انفصام يعني عن هذا اطلاقاً. الواقع هو عم بيكون بهي النظره يعني. تمام. هذا كان جزء اساسي من كل الخطه الدرسيه الموجوده بكليه العماره. يعني دكتور انتم اضطريتوا انكم تغيروا مثلا بعض التوجهات بناء على متغيرات الواقع؟ اضطريتوا انه يصير هيك؟ نعم. بعض رقم واحد طرحنا انه الماجستيرات التي ستسجل دراسات العليا التي ستسجل في كليه العماره من اليوم وصاعدا حتكون لها وقع في المجتمع او من القضايا الملحه في المجتمع وخاصه فيما خص اعاده الاعمار. وانتم شفتوا عملتوا حلقه تلفزيوني عن المشاريع السابقه كانت عن اعاده الاعمار. نعم. عين العرب كوباني او عن موضوع حمص الى اخره. واليوم في رافد بهذا الاتجاه مشاريع التخرج حتى تتقدم نهار الاحد القادم ان شاء الله تسلم في مشروعين ثلاثه في اعاده الاعمار. اما فيما خص نحن اليوم بحق لنا او ضمن القانون او ضمن القانون تنظيم الجامعات بحق لنا نغير الخطط الدرسيه كل سنه بسنه. فهلا عم نهيئ نفسنا لغايه المقترحات، في كثير مقترحات بناءه باتجاه تغيير اللائحة الدرسية على شهر 7 السنة القادمة لكي تكون أكثر مطواعية. ولكن اليوم هل هذا يعني أنه نحن ثبتنا كل شيء ومشينا على؟ لا. قلت من شوي الإجراءات التطبيقية لنا مساحة واسعة من المرونة أتاحها لنا سيد الرئيس لما فتح مجال في موضوع اللوائح الداخلية في كليات العمارة، مثل ما بيقولوا أهل مكة أدرى بشعابها. قمنا في إجراءات عملية. الإجراءات العملية اختلفت كثير على مستوى مشاريع التخرج، على مستوى دراسات الماجستير، على مستوى الاحتكاك. العمارة اليوم احتكاك. اليوم غيرنا في موضوع البرامج. هذه البرامج تقوم على أساس الاحتكاك، طلاب الأولى مع الثانية، الثالثة مع الرابعة، الرابعة مع الثالثة، مع المهندسين بشكل كبير. بهدف تطوير آفاق المهندس أو الخريج.
بهدف الاستفادة القصوى من وجوده في الكلية. رديت قلت نقلنا من منطق تلقين إلى مركز تكوين. اليوم من المواد الهامة جدا جدا إن شاء الله حندخلها باللائحة الداخلية السنة الجاية، هي اسمها Creative Art، فن الإبداع. نعم. فن الإبداع كيف يمكن أن نتناول المعلومة، كيف يمكن أن نتناول ونناقش ونقوم بأخذ قرار في هذا الشأن. نعم، هذا الشيء نتوجه فيه للدكتور أسعد، الكرياتيف آرت نحن كيف ممكن فعلا يكون هذا ملازم لتحصيل الطالب علميا. يعني صراحة المادة هي موجودة بكلية الفنون الجميلة، هي أحد المواد اللي تدرس بكلية الفنون الجميلة، هي مادة من مواد السنة الرابعة. ونحن بالسابق لما كنا على نظام الساعات المعتمدة كانت مادة موجودة وأخذوها الطلاب، يعني فهي مادة أصلاً موجودة ومطروحة. يعني ما أنا طيب دكتور، هي نقطة. النقطة الثانية بدي أحكي فيها أنه نحن بصراحة نحن ما بنعلم طلابنا كيف يصمموا، ما بنعلم طلابنا كيف يرسموا، نحن بنعلم طلابنا كيف يفكروا. حلو. لما بعلم طالب كيف يفكر بصير انه من السهل عليه انه يتصدى لاي مشكله. يعني لما بعلمه انه كيف يصم كيف يفكر من خلال التصميم صراحه ما بقى الموضوع مهم، صار انه لما تعطيه مول بيفكر بشكل ايجابي ويطور ويشتغل ويبدع، ولما تعطيه سكن اقتصادي بيعالجه بنفس الفكر، لانه هو بيعرف يناقش. تمام. طلابنا بصراحة بيتعلموا من بعضهم نفس القدر بيتعلموا من أساتذتهم، لأنه هذا هو الاحتكاك اللي عم بيحكي عنه، هو التواصل بين، لأنه هو ما له فرع جامد. يعني هو كلية العمارة وكلية الفنون الجميلة هي بتمثل حالة كتير فريدة، لأنه الأستاذ بيتعامل مع كل طالب لوحده. انا ما بقعد وبعطي محاضره والطلاب عم يسمعوا، ما هي علوم مطلقه. لا لا، هي انت نحن نتعامل مع كل طالب من خلال المشروع اللي عم يشتغل عليه، من خلال مكوناته. ولو كانوا كلهم تفاعل. عندهم مول، لكن كل واحد عنده معالجه مختلفه. تمام. كل واحد عنده تصميم مختلف. كل واحد عنده اخطاء وعنده سلبيات وعنده ايجابياته. تمام. فانا اذا انا نتعامل مع كل طالب كحاله مستقل. نعم. هذا احد الميزات لكلية عمارة. دكتور هلا بدنا نروح هيك لاستطلاع، يعني وبدنا نقول شهاده لاحد الاساتذه في الجامعه، اللي هي يعني ربطت العلاقه بين المعماري عبر التاريخ وخلود الصرح المعماري. ونحن يعني لفتنا الحقيقه عندكم بالكليه، كنتوا عاملين سيفيات لرواد من اساتذه الجامعات، هو يعني مثل ما نقول وفاء للشيء اللي قدموه، بنفس الوقت انه نحن نركز على فكره انه لطالما ارتبط صرح ما باسم معماري، يعني عندنا أدلة على ذلك كثير، يعني والعكس كمان، هذا الصرح يعني دائما في أسماء كمان مهمة. اليوم قد ايه مهم انه نحن نربط، يعني لما نقول هاي البناية، هاي العمارة، هل الصرح هذا مثلا هو لمجموعة مهندسين او لمهندس مبدع، ونعرف قديش بالتاريخ في أمثلة على ذلك. تعرف انا بقدر اقول شغلة بانه الفنانين سواء كان فنانين تشكيليين او معماريين، انا بعتبر ان العمارة هي فن. نعم. وهي جزء لا يتجزا من الفنون التشكيليه او فنون المعاش. والفن الدراما يلي الممثلين انا بعتقد انه هن اللي عملوا الاسم الكبير لسوريا. عبر السنوات الماضيه يعني سوريا اخذت هذا الاسم من خلال الاعمال الدراما اللي تقدمت، من خلال الفنانين التشكيليين، اللي من خلال عمل حتى المهندسين المعماريين اللي عمروا نص الخليج. صح. وهذا الشيء قطعا ما حدا المهندس على الاطلاق قادر ينكره. هي حقيقه موجوده كل الناس بتعرف. صح. بشكل عام سوريا ولبنان والعراق والأردن أنتجت، حتى ومصر بشكل خاص تقريبا بلاد الشام، أنتجت مجموعة كبيرة من المعماريين اللي لهم اسم على مستوى العالم. صحيح. مثلا مثل زها حديد، مثل حسن فتحي، كثيرين
يعني لهم اسم بصراحه على مستوى ما بيقل عن فاتح المدرس او نصير شورى. يعني مثل أو الفنان اللي بتخلد منحوته بالضبط. في عنا نصب مثلا في مدننا يعني لحد اليوم لما بتقول حضرتك عم تقول كفاتح مدرس مثلا وحيد اسطنبولي بحلب يعني مثلا بالرقة وكان يعني في كل مدينة في نصب مقرون صحيح. باسم مبدعه يعني، فهذا أيضا ينسحب على العمارة والنتاج العمراني بالضبط. اللي هو إبداع. راح نشوف معك مي ومع ضيفك دكتور وبعض الأسماء اللي أيضا كلية العمارة عم تحاول أنه تكرسها كذاكرة لموروث المعماريين والأساتذة في هذه الكلية. منتابع نحن هلأ قدام يمكن بورتريات لكثير من المعماريين اللي تركوا بصمة بالهندسة المعمارية بسوريا. رح نتعرف مع الدكتور مروان جبور عن هالنتاج اللي كان يمكن من معسكر إنتاجي لكلية الهندسة المعمارية. شو بتخبرنا عنه دكتور؟ حقيقة نتاج قدامنا للمعسكر الإنتاجي للعام الماضي مجموعة معماريين كل واحد بمثل المدرسة بفكره بخطوطه بأسلوبه. لو وقفنا هون عند المعماري حسن فتحي كان يقول جملة شهيرة جدا، انظر تحت قدميك وابني، بمعنى استعمال المواد الموجودة بهالمكان للبناء بهالمكان ليكون في انتماء بيئي ويؤدي حاجات اليوزرز أو المستعملين الموجود فيه. فيني أقول كلمة، حضرتك قلتيني سؤال أنه كيف يستطيع أنه المعماري يخلد أو يترك بصمة أو ذكرى. في حقيقة في أدوات كتير ممكن يستعملها، في أعمال كتير ممكن يقوم فيها، بس يعني بده يمر بمرحلة هي عبارة عن فهم المدارس، الإحاطة بأفكاره بكذا لحتى يكون لحاله شخصية أو رؤية معينة يجسد من خلالها مبنى كتلة معينة بنعرف أنه بانتماء لهالإنسان أو لهالمعماري هذا. طيب هي البصمة اللي بيتركوها المعماريين قديه تشبه روحهم يمكن، شو الشيء اللي بيحطوه من جواتهم لحتى يتركوا هي البصمة برأيك؟ رائع، بده يحط فكره نتاجه ما تعلمه، يعني أنا في عندي مدخلات ممكن دخلها أنا على عندي، في عندي بروسيسور بده يعالج، في عندي أوتبوتس هاي المخرجات اللي هي بتخصني أنا كمعماري يتقن أو ينتمي إلى مدرسة أو فكر معين، بده يجسدها بكتلة أو بتكوين معين من أعمال تتكرر، بدي أعرف أنا انتمائي لهالمدرسة هي. طيب قد ايه ممكن حضرتك كخريج بكلية الهندسة المعمارية بتعرف حضرتك المقررات ويمكن مارق عليك قد ايه في مواد فعلا إلى علاقة بتاريخ الهندسة المعمارية وإلى علاقة بهي الشغلات ممكن تسقله للمهندس المعماري، ممكن تاخدوها حتى أكاديميا، يعني شو أخذين أنتوا عن تاريخ الهندسة المعمارية شيء ممكن يميزها؟ في عدة أقسام نحن بكلية العمارة عندنا، أحدها اللي ذكرتيه حضرتك هو قسم نظريات وتاريخ العمارة، ندرس فيه بالتفصيل يعني من البدايات حتى ما وصلنا إليه الآن. عندنا قسم ثاني تخطيط المدن، أنا بهالقسم هذا. تخطيط المدن بده يعلمك بقى على الواقع بالسكيل أشمل، كيف تتعاملي مع مدينة، مع إقليم مديني. عندنا القسم الثالث هو التصميم المعماري، يعني بكتلة معينة بتصميمها من الخارج وعلاقاتها الوظيفية والإنتيريور اللي فيها أو الداخل اللي فيها. في أربع أقسام، القسم الرابع هو التنفيذي أو الوركينج ديتيلز اللي ممكن يعلمنا بقى هل قسم هذا أو هل الرسومات هاي كيف ممكن يكون ربطه وإنشاء أو تنفيذها على الواقع. بهالأربع أقسام هدول الطالب بمر بمسيرة موجودة علميا بالكلية برأيي أنا كافية تماما ليصقل مواهبه وإمكانياته ووصل لحياته العملية، وكل واحد هو بحد ذاته مدرسة أو مقدرة معينة بمدى تفاعله مع هالمواد هي وحياته الأكاديمية كطالب. مشكور لهالمعلومات دكتور. فرصة سعيدة نورتونا، أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم. لكن شفنا نحن هون ملخص صغير عن المعسكر الإنتاجي اللي قام بهي اللوحات اللي عم تشوفوها ورانا، وكمان اطلعنا شوي هيك على يمكن فينا نسميها نحن تاريخ الهندسة المعمارية اللي بيتعلموه الطلاب أو الخريجين كرمال يتركوا بصمتهم بالمستقبل. نرجع لعند حضرتك زميلة لبابا. بالعودة لكم دكتور وليد، لا شك أنه أنتم كل عام لديكم عدد من الخريجين بمشاريعهم اللي هي أكيد يعني بيكون بالمشاورة مع أساتذتهم، ونعرف في لجان تحكيم وأستاذ المشرف المباشر وإلى آخره، لكن كيف عم نشوف اليوم آفاق الشباب حضرتك مهندس
عريق يعني، ومن الرواد الحقيقة في المهندسين في اللاذقية. اليوم كيف عم تشوف نظرة الشباب؟ شو هي رؤاهم؟ شو هي هواجسهم؟ شو بدهم يعملوا شبابنا من خلال مشاريع التخرج؟ وممكن توجههم تقول لهم لا هذا ما له لزوم بجوز بمجتمعنا، يعني هذا ما بيمشي، ما بيلائم بيئتنا مثلا. كيف انتم بتشوفوا طروحات شبابنا من خلال مشاريع التخرج، وبالتالي كيف بتوجهون إلى ما هو فعلا يساهم بتنمية بلدنا؟ عمليا خلينا نقول حقيقة شبابنا على الرغم كل الظروف هم قوة دافعة في عملية التنمية في المجتمع من خلال علاقتنا مع طلابنا. وللأمانة بقول عنا خامات جيدة جدا وتتمتع بقدر كبير من الملكات الإبداعية والملكات الفنية. كلية العمارة غاية تنمي هذا الموضوع باتجاه خليني أقول إطلاق الحرية له بالتفكير والإبداع وليس لتقييده، وهذه نقطة كتير هامة فيما فكرنا فيه بالإجراءات البين إيدينا. أما عمليات التوجيه لكي يكون هذا الرجل في سياق المعماريين اللي طرحتوهم سابقا، أي معماري سابق ليس كاسم، هو اسم ولكن الصرح الخاص فيه لم يخلدوا لاسمه، خلدوا لمدى تلبية الاحتياجات ورحيل هذه الاحتياجات عبر الزمن. هذا خلاه يطلع صرح وبالتالي يخلد اسم هذا المعماري، يحافظ على وظائفه يعني. تماما. وهذا المنطق لما نجي نعلم طلابنا للاقتباس من هؤلاء، ليس الاقتباس كاسم وكسيرة ذاتية، بصير تلقين من خلي طالبنا يفهم كيف فكر ذاك الرجل، كيف فكر في حل هذه الأزمة. لا يهمني من الإهرام عرضه، إهرام بخوفه عرضه وارتفاعه واسمه خوفه، يهمني كيف المعماري فكر لبناء هذا الصرح عبر التاريخ ورحله إلى 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 إلى. هذا الكلام بصب في منظومة اسمها مكان سكان موارد. ما دام الإنسان أو المعماري يستطيع أن يقوم بصرح معماري يلبي المكان ولا يلفظه المكان، ويلبي احتياجات السكان ويحس يشعر الإنسان بالانتماء إلى المكان من هذا الصرح، إضافة في إطار الموارد المتاحة. يعني بمعنى ما تفتح إيدك للآخر ولا تسكره، بإطار المعقول. وبيقول رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده، بما هو متاح تماما. فهذا لما يلبي هذه التوافقية حتلاقي المعماري نجح في عمله، وبتوقع حياخذ طريقه لأنه يتخلد هذا الصرح. كل ما كانت هذه المتوافقية متوازنة في إطار مجتمع ومكان الموجود. نعم دكتورة، كمان حابة أعرف وجهة نظرك في إطار توجيه الطلاب لمشاريع التخرج بالأسس اللي حكاها الدكتور. واحدة من ميزات مشاريع التخرج بكليات العمارة أنه هي بتحمل حلم، بتحمل حلم عند هذا الطالب. بيجي الطالب بيقول أنا بدي أشتغل هيك، إذا هو حلم صح، بيضل يشتغل مع التوجيهات لحتى يتحول هذا الحلم لشيء قابل للتنفيذ. وهذا واحد من معايير تقييم هذا المشروع، هل هو قابل للتنفيذ أم غير قابل للتنفيذ. اليوم لما أنا بقدر أنقله هاي النقلة من حلم لحقيقة، أنا بكون أنجزت معه حلو. وبالتالي أنجزت فيه تمام لاحقا حلو. إن هي الفكرة الأساسية اللي كلنا بنشتغل عليها، مثل ما حكى الدكتور وحكى دكتور أسعد، نحن نعلم طريقة التفكير. لأن اليوم كمان المهندس يعني أساتذة إنه هو مو بس خريج فقط لمدينته، هلا ممكن نحن سوق العمل بجوز ببلده بخارج بلده، هو بالأخير مهندس تمام. يعني كسمة عامة هو مهندس أينما وجد، وأنتم لذلك بتدرسون تاريخ الفن وتاريخ العمارة، أينما وجد هو الوظيف. مهندس. فكمان هو نحن في ظل منافسة يعني في العقول، منافسة في الرؤى، فأنتوا يمكن هذا الشيء كله مفروض الطالب يكون موجود عنده. تمام. هو الحقيقة الدكتور أسلف وقال أنه نحن في عنا مهندسين أثبتوا كفاءة عالية في كل الأماكن اللي توجهوا لها، وهذا الشيء نحن بنرفع رأسنا فيه. اليوم بنقول كلية العمارة بجامعة تشرين، كلية العمارة بجامعة تشرين بالصرح العظيم على صغرة، على عدد طلابها القليل اللي تخرج بنسبة لبقية الكليات، هي قدرت تترك نقطة مضيئة بكل مكان راح عليه هذا الشخص. حلو. اليوم بيقولوا هذا الشخص لما بيسألوه هنا بتوقعوا انه هو خريج اكبر الجامعات بالعالم، الحقيقة هو خريج نتاج كادر تدريسي تعب على حاله وعم يؤدي الرسالة ليضلها الحالة مستدامة.
انا عم بعطي اللي عندي لحتى هذا الطالب يصير مهندس ويصير نقطه مضيئه لاحقا. نعم. وهذا كان اساس كل العمليه التدريسيه. اكيد. بدقائقنا الاخيره انا حابه اطرح هذا الموضوع او هذا السؤال وحضراتكم ايضا تجاوبوني عليه. بدي معك دكتوره رنا، انه اليوم الخريج العماره ممكن عم يطلع، نحن بنعرف انه بسوريا كيف بيصير عنا تعيين المهندسين، ممكن خريج العماره يروح لشيء ما يشبه دراسته او اختصاصه، انتم كيف بتوجهوا بهذا المجال؟ الحقيقة ضمن هيكلية إدارات الدولة ووزاراتها كل وزارة إلى مجموعة مديريات، وبالتالي هن بيشوفوا أنه لازم يكون في معماري موجود بكل واحدة من المديريات. قد يفهم ظاهرا أنه هو راح على غير اختصاصه، ولكن ضمنا كل مديرية وكل وزارة عندها مجموعة مباني تابعة لها، فهن قد تكون الرؤية أنه لازم يكون موجود في المكان اللي بيشوف هو شو احتياجه لهذا المكان ليساهم بإعمار المباني التابعة لهذه الوزارة أو هذه المديرية. بجوز مبدئيا عدم وجود خطط تطوير للأبنية المكانية للمديريات بتخليه مصبط بفترة معينة، ولكن طالما مثلا أنا حطيته بوزارة التربية أو مديرية التربية، هو عمليا شو بيشتغل؟ هو ما بيشتغل بالتربية، هو بيشتغل بالمدارس التابعة لوزارة التربية. وبالتالي النقطة المانا صحيحة هون أنه خليه يكون له دور، ما أنه ينفذ شغلة خطة، أنه يكون له دور بتطوير هاي الخطة. بمعنى بدي مدارس جديدة مثلا، عم نحكي مثال بدي مدارس جديدة، خليه يعطي الشيء اللي تعلمه، المناهج اللي تعلمها، الفكر اللي تعلمه لنعيد الإعمار. فعلا انوجد بمؤسسة المياه، لما بدهم يعمروا أي شيء له علاقة بمؤسسة المياه لازم يكون هذا الشخص بيعرف شو هاي الآلات وشو هاي التجهيزات وشو هاي القصص ليعرف يبني المكان المناسب اللي بيحويها. إذا هو ظاهريا ببين أنه هو مانو في المكان المناسب، ولكن فعليا هو في المكان المناسب. آلية التطبيق والإجراء بتخليه يشعر أنه هو في المكان غير مناسب، بينما هو وجوده حقيقي وفاعل. نعم دكتور، وجهة نظرك بهذا المجال؟ بصراحة ما عندي كتير بضيف عليه على اللي قاله الدكتور وليد الدكتورة رنا، فهن حطوا النقاط على الحروف تماما كما بيقولوا. لكن أنا بعتقد بأنه نحن بنخرج عدد كبير من الطلاب كل سنة، أكثر من حاجة السوق، وهذا بصراحة هذا الواقع لكن مثل ما قلت بالأول إنه الطالب نحن نعلمه كيف يفكر. الإنسان اللي بيعرف يفكر ممكن ينجح بأي مجال. هي وجهة نظرك النهائية، وبالتالي نحن نقول إنه خريجنا يخرج إلى سوق العمل مؤهل، يجب أن تستقبله أيضا الجهات اللي هي تحتضن اختصاصه وعلومه. كيف تنظر أيضا إلى هذا الموضوع؟ تماما. اليوم مبدئيا إعادة الإعمار تتطلب كثيرا من المهندسين. نحن هدفنا في كلية العمارة تخريج دفعات متتالية تقدر ترفض هذا السوق بشكل عقلاني ومنطقي، وخليني أقول ذو خبرة على مستوى يليق بهذا الهدف اللي هو إعادة الإعمار. اليوم خلينا نكون واقعين، كثيرا من المهندسين بتخرجوا اليوم من هون، بعد شوية حتلاقيهم راحوا باتجاه تاني. هل نحن نكون إلنا دالة في هذا التفكير في هذا المبدأ؟ نعم. ليش؟ لأنه نحن في كلية العمارة اليوم عم نحاول بخلال مناهجنا الإجرائية اللي عم تتم، خليني أقول علم آلية التفكير وليس تلقين. برد بأكد على آلية التفكير. هلا ممكن ينتقل في اتجاه تاني، حتلاقي آلية التفكير ترفضه لأنه العلوم كلها بتصب من منبع واحد. فهذا المنطق يمكن لنا أن نرفض المجتمع بشكل منطقي، سواء في نطاق العمل الخاص فيه كتخصص، هتلاقي بعض الناس يطلعوا يشتغلوا في إطار التخصص بشكل حرفي، بعض الناس لو راحوا باتجاهات أخرى هتلاقيهم كمان نفس الموضوع لأنه عنده آلية التفكير اللي اكتسبها من كلية العمارة. فبهذا الشكل بنكون إلى حد كبير حققنا الهدف والرسالة لكلية العمارة في إطار التطوير اللي عم نتبعه في جامعة تشرين. بنهاية ندوتنا أنا كتير بتشكركم وبتشكر استضافتكم إلنا في كلية العمارة بجامعة تشرين. نتمنى لكل مهندسين التوفيق، مهندسين اللي هن فعلا على عاتقهم تقع مسؤولية البناء والإعمار وازدهار أيضا مدننا بما هو أجمل في واقع عمراني أجمل. شكرا جزيلا دكتور وليد صداوي عميد كلية العمارة والفنون الجميلة في جامعة تشرين. شكرا جزيلا. وأيضا دكتورة رنا بدر النائب الإداري في كلية العمارة والفنون الجميلة، شكرا أيضا لوجودك معنا. وأيضا شكرا دكتور أسعد علي النائب العلمي لكلية العمارة والفنون، شكرا جزيلا. وكل الشكر لكم مشاهدينا، كنا معكم عبر جامعة ومجتمع من كلية العمارة في جامعة تشرين. تحية لكم وإلى اللقاء.